خلينا يا صاحبي والله الا المرض صافي يا صاحبي قرب منه خلينا اخي خالد دابا ما برد ما والو صافي برد دابا ديال اش عندك فار صدق لا تعيط لي يا صاحبي في التليفون واش غادي تعيط لي انا في التليفون خلينا صاحبي الله يرحمك ما تعيط لي. السلام عليكم. اليوم جينا باش ندير واحد البرانك حنا بثلاثه معنا السي جمال والسي ايوب. حنا فكرنا وعصرنا دماغنا مزيان باش ندير واحد البرانك لزيد زيد الطاهري ملقب بالقاموس اللاعب السابق بالريش. فكرنا زعما شي حاجه اللي نقدروا باش نطيحوه فيها لان صعيب باش تطيح بحال زيد. ودابا فكرنا غادي نعيطوا ليه لهنا على اساس اجي راه كاين شي غرض راه كاين شي همزه راه كاين شي حاجه من اللي غادي يجي. حنا غادي نعيطوا لايوب مازال ما جاناش. ايوب بالدور ديالو غادي يهز زيد البيكالا غادي يهرب بها الدراجه ديال زيد يهز هنا غادي يدور شي حاجه على وجهه باش ما يعرفوش. قلنا غادي يجي من لهيه غادي يجي من لهيه هنا غادي تكون بيكالا مع ديالنا هنا غادي يهز ويهرب بها. نشوفوا رده الفعل ديالو. الاوديو غادي يكون عندي ايوب اي تعمر غادي تلقاو لاشين ديالو لتحت غادي يكون هو الكاميرامان. انا وجمال غادي نتعرضوا لزيد على اساس اننا بغينا من زعما عيطنا ليه على شي غرض وغادي تصدم ملي لقى البيكالا راه مشات. نشوفوا رده الفعل ديالو اش بالك السي جمال. مزيان غادي تضحكوا غادي تضحكوا مزيان غادي يديروا زيد هاد الليله غير اليوم زيد اليوم غادي يطيح فيها زيد اش لايو. المهم اخوتي راه ثلاثه ديال العقوله طحناهم باش نجبدوا هاد الفكره هادي حيت صعيب باش تطيح زيد القاموس قبلوا علينا وهذا ما كان عواشر مبروكه. اجيو دابا اش بان لكم هنا فين غادي نكونوا جالسين هنا فاش غادي يخلي البيكالا هنا غادي نتعرضوا ليه هنا نقول ليه اجي حط البيكالا اجي نهضروا معك ونجيبوه لهنا نجيبوه للوسط هنا ونجلسوه. فاش نجلسوا ايوب غادي يكون مخبي مورا هاد الكاميون ويجيب شويه تيهز بيكالا ويطير بها صافي. وحنا غادي نثبتوا له جمال عادي اجي واش انت واش كتعرف زيد هذاك واش كذا ونخليه عندنا انا وخليت البيكالا قصدي ما يتشاف خلاص اجي. دابا ايوب جا ايوب راك عارف اش غادي دير. سمع 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 دابا انت غادي تكون دايز من لهيه فهمتي تكون دايز وغادي تهز بيكالا زيد طير فين غادي تلاقاو معاك؟ ديك الساعة نمونة جاوني لابسين شي جلابة لا انت دابا غادي تحيد هذيك تدورها على راسك. اسمعني تعرى بحال شي واحد هبيل ياك غادي تكون مورا الكاميو هذيك ما تعرفش تكثر الهضرة فيه قلت لك ما نعيطوا ليه. سمع واسكت حس طير نقول ليه جمال البيكالا ديالك بالعني بحال اللي قلنا واش البيكالا ديال جمال فهمتي واش فهمتي القضية. يلا سي جمال اتصل بزيد يلا نتصلوا دابا بزيد القاموس يلا القاموس جهد الصوت باش يتسمع تبقى حتى المسخوط في شي عرض هذا كيضرب فيها الدجاج بو الفاف بو الفاف فين اخي زيد واش غادي بخير اخبرتي يا مسخوط. والله الا غنسخدمتو اه سيدي راه بغيتي ما بقيتيش كتسولو والله الا غنسدد هاد الدار غدير؟ انا وخالد دابا في جنان سبيل اجي راه كاين ما نقولو اجي راه كاين شي غرض. جنان سبيل واه وسط جنان سبيل ميت اه جنان سبيل القديمة جا حنا وسط جنان سبيل هنا انا وخالد. يلا سير طير دغيا يلا يلا كو واحد يشد بلاصه صافي طاح في الشبكه ها هو جاي ايوب غادي يدي بيكالا هكا راه من الاحسن نكون في ديك ندخل عليه باش يبقى يبان ليا من لهيه حيت الا كنت ليه غادي معايا يفوت ليه ما يبقاش يبان ليا هذا شي بان هو خصنا شي زاويه في ليه في الاوديو بالتليفون ديالي والصوره بايوب هاك الكاميرا لا ما شاء الله وزايد والقاموس وانت بخيرو زعما الا ما سولناش فيك ما تجيش انت دابا ما كتسول فينا ما انت مارا انت مارا صافي تسد التيران ومشيتي اهلا الزعيمة سلمي واخا واخا لاباس عليك هانية بخير الله تحرك موضوع استفدوا به كان ما كاينش لي استفاده كاع ما نعيطوا لك راسي يلا
كاين واحد القضيه والله الا زعما هنا شي اش فين بغيتي تمشي يلاه اش غادير تمشي لكازا تمشي تبدا ا زيرو عاود تضرب البالا تبدا ا زيرو ولا هكا ما كاين معنى الريش الريش راك قلناها مدينه المتقاعدين غير غير الواحد راه كيشد يدو وكيتمشى وصافي راه فيها الجرف صرا وكان ما فيها والو كاع ما نقصدوك حدا ماشي كان ما فيهاش الصر كاع ما نقصدوك اشنو دابا تمشي صافي نمشي قول لي صافي راه ندخل واش هاد المشيه بعدا نسيو بهاد المشيه مزيانه القضيه ما مزياناش ونحبسو نمشي واحد ديك واش ديك هذيك يا واش ديالو ديك البيكالا ولا ديالك سيدي ديال ها ديالي يا صاحبي ديالك البيكالا ماشي ديالو اه جمال ديالي يا صاحبي هاد البيكالا شي واحد دا اش كتعرف شي واحد واش شي واحد اللي كيضحك معاه ويلي على الدا حبيبي والله الا المرض يا صاحبي شوف تلا راه مشى عليك درجه في المحطه يا صاحبي هادشي علاش عيط ما جمال صاحبي في التليفون انت يا صاحبي اجي اجي حساب داك الشيء صاحبي والله الا خلينا يا صاحبي والله الا المرضى صاحبي غادي نشوف غادي نشوف غادي تدبر لي مشي ديكلاري واش مشي ديكلاري تعيط لي يا صاحبي في التليفون واش غادي تعيط لي انا في التليفون خلينا صاحبي الله يرحمك ما تعم تعيط لي شوف واش مشي ديكلاري شوف زيد زيد بيكالا ها حنا دابا البيكالا واش غادي ندير لك اخي زيد دابا اش غادي ندير لك عيطنا لك باش دير دابا راه بغا ماشي بغينا نديرها فيك خير شي كتغنج علينا حنا دابا راه هذا الشيء كتاب هذا الشيء دابا راه مشى واش مشى لا اخي خالد واش يبقى مشى نقلبوا عليها واش مشى نقلبوا عليها بغينا نقلبوا عليها على البيكالا تقطعت نص الصنداله بالجريه كلينا واجا جمال اصاحبي لا ايوا لا ما شاف بيكالا نعاونوك الى والو خلينا ودا خالد ما كاين لا بيكالا لا والو واش حنا صاحبي جينا دابا البيكالا فين غادي نلقاها انا بيكالا ديال الالومنيوم فين غادي تلقاها دابا ايوا راه قلنا حنا واش شي واحد اللي كيتعاون معاك البيكالا نعطيك واش يا صاحبي هذيك هي البيكالا تقرا لي بيكالتك مع بيكالتي هنا البيكالا بيكالا انت يا صاحبي شوف 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 زيد برد دابا ما وقع والو خلينا خاي خالد دابا ما برد ما والو اش رجع برد دابا ديال اش غادي نديكلاري شو نديكلاري اش غادي ندي مشي ديكلاري ديكلاري غادي يقول لك الوراق ديالها واش كاين الوراق واش ما كاينش الوراق طلعوه بطلعوا فين غادي نبقاو حنا نطلعوا نهبطوا على البيكالا اش دابا حنا تبعنا دابا الناس كتطلعوا تهبط على العيد حنا نطلعوا نهبطوا على البيكالا صاحبي مشكل هاد البيكالا باش كنتحرك تاع السوق هبط للسوق ها هي الدواء هادشي اللي كاين اشوفوا غير البيكالا ديالنا حنا يا تمارا يا عيدنا بكري كتاب عيطنا لك على اساس باش ندبروا على هذاك صدقنا حنا عمينا واني ندير المواد اللي هزا راه مريم كيفاش واحد كيعرف كل بغى يضحك معاك كان كيعرفني غادي نفرعو انا شي يعرفني واش نمشي ديكلاري دابا ولا هاي هذيك لا ريزي دابا خاي جمال غادي يقول لك الوراق صح ما عنده حتى شي ورقه واش عندك شي ورقه شي دليل ديالها هذيك راري وتبقى يقول لك تسنى حتى تبان لنا حتى راه ماشي غادي حيت صعيب دابا هذاك اللي داي غادي يدخلها لدارو المهم السي زايد حنا راه نمشيو انا وجمال ياك غدا وغادي نوقفوا معاك نشوفوا واش نديروا غدا غدا مات اللي مات غدا اش غدا ولا ما غداش شو قلبوا عليه فين غادي تدخل واحد كو واحد يدوز هكا واحد يدوز هكا الله يك ما يبان لنا مازال ما دخلهاش او كنت ما بغيتش نجيبها يا صاحبي واش بان سمع ما بغيتش نجيبها يا صاحبي الناس زعما تمشي ديباني شويه صاحبي وكذا شنو ندير دابا كيفاش غادي دير دابا سير برد زيد برد زيد مشات بيكالا جيب بيكالا كتهرسنا في البيكالا عليك شغل غدا غدا ونديكلاري ونشوف واش نديرو
البيكالا ديالها دابا هي اللي عندنا صحيح، حنا دابا بقا نمشيو فيها. وراه قلنا لك دير البيكالا يا صاحبي، البيكالا ديالنا. انت راه راك بعيدة جمال، غادي نديك البيكالا. اه رديها انا اللي انا اللي نسولك. هز البيكالا ديالنا قضي بها على ما نكبروا على البيكالا ديالنا. صافي. شحال كاع كتسوى ديك البيكالا اللي عندك؟ 1000 درهم. الحرمه ديال الشفار فهاد الوقيته قلتها لي، قلت لها حضي راسك هاد الوقيته راه كثر الشفار قريب العيد. البارح ولا قبيله اللي قال لي اش قال لي حضي راسك راه هي مد العيد الشفار راه كثر. شوف واش دار الدا ديالك الناس عارفها غاليه. الدا اللي مزيانه. الشفار اللي في هاد البلاد. مشكله هادي. المهم حنا غادي نمشيو دابا زايد. الله يعاونك. تهلا ماشي مشكل، مشى سبيكالا تجيب بيكالا. يلا جمال نمشيو. ادي بيكالا زيد. لا غير ديها جمال. ادي بيكالا. لا لا غادي نمشيو. غادي نمشيو على رجلينا باش يعني حتى انت بيكالا هذيك مشات وتجيب بيكالا. مش عارف بكره نجيبو بكره نتفرضو عليها. غداو نتفرضو عليها كاع نخلصو. وهي عاد واعره عنده وكتشد الطريق. عرفتها واش غادي دير؟ عرفتها واش غادي دير ديالي؟ مش هذاك دبر على الحولي. والكلبه والله وكنلق غير زعما عنده الزهر. هذا عنده الزهر. ما دعواش رانا عايشين. اجي يا زمان، اجي يا زمان، اجي نلقاو واحد الحل، اجيو، اجيو، واحد الحل لكاع لهاد البيكالا هاد. فين غادي دابا بينا؟ اجي غير اجي لهنا. اجيو غادي نلقاو الحل، نلقاو. ها هو خرج خرج خرج، خرج راح يحيح علينا. كاميرا خفية. وحيح خصك تشوف واش خصك تشوف الفيديو زايد برد برد ما وقع والو عاد انت عاد الفيديو شوف 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 بيكالا جي بيكالا هذاك اللي داك بيكالا والله اش كتقول اش كتقول درتوها بينا مع العواش حيح قال لك كنت نشد الجمال هذا قريب من بغى يدخل فيا اذا في اخر هذا الفيديو اللي عجبكم كنبدا نديروا لي برانك دابا في تحت في صندوق الوصف غادي تلقاو الرابط ديال القناه ديال ايوب الكاميرامان دور يشوفوا ايوب الكاميرامان وديال جمال ارحيم غادي تلقاو الرابط ديالهم كنتمنى انكم تابوناو عندهم ومن هنا لقدام غادي نبدا نديروا بحال هذا الفيديو مره مره باش نفوجوا ما بقاوش كنديروا غير المشاكل وغير المواضيع اللي كنناقشوا